بسم الله الرحمن الرحيم. المقاسات بتاعت القدم والبوت هنشرحهم حتة حتة عشان ده ناس كتير بتسأل عليه، وهو شيء مهم جدا ان انت تعرف المقاسات كلها. طبعا انت بتاخد القدم الحقيقي وبتظبط المقاسات مع القالب عليه، لكن عشان وانت بترسم وتبقى فاهم كل حتة فين وضعها، احنا بنبدأ الاول بنحط القميص القالب على بين خطين، واحد افقي وواحد راسي، نقطة الكعب عند الخط الراسي زي ما انت شايف، ونقطة البطنية اللي هي عند راس الكمارة عند نقطة الخط اللي هو بيمثل الافقي. فبيبقى كده الوضع السليم ان انا بحط القميص عليه، وهبتدي اقول لك نقطة نقطة المقاسات بتاعتها بتيجي ازاي. كتذكرة برضو، احنا العرض بتاع القدم اللي هو اللي احنا عملناه في القميص، وبيبقى فيه خط بين راس الكمارة وتقاطعه مع خط الطول، بيتقابلوا في نص القالب عند النقطة رقم 4. فالمسافة اللي هي من الرقم نقطة رقم 20 اللي تحت لغاية النقطة رقم 4 دي بتمثل نص عرض، أو يعني نص العرض بتاع نص القميص، نصها 2 اللي هي النقطة رقم 5. يعني المسافة من 20 ل 4 بنقسمها 2، وبيحط النقطة رقم 5 اللي هي بنوصلها بنقطة الفورتي من الخلف. طيب دي تقريبا مقاساتها ايه؟ يعني طبعا بتختلف من قالب لقالب، لكن الرسم اللي عندنا بيقول لك مقاس 35 المسافة دي اللي هي من النقطة رقم 4 للنقطة رقم 20 اللي عندك، اللي هي بتمثل نص عرض القالب، بتساوي نص عرض، خلي بالك نص عرض القميص، يعني ده يعني أو جزء من المحيط الكامل، لكن هي دي اللي جت في القميص. اللي ما حضرش درس القميص طبعا يحاول يعرف كده. المهم المسافة من دي لدي بتبقى في مقاس 35.6 سنتي، في مقاس 36.62 من عشرة، مقاس 37.64 من عشرة. يعني الخلاصة انها بتزيد 2 من عشرة من الملي كل مقاس. يبقى انت عرفت نسبة الزيادة في العرض بتاع نص القميص هنا. اتفقنا؟ دي ميزة كويسة تعرفها وتبقى معلومة ليك كويسة. طبعا المعلومة اللي احنا عارفينها ان طول القالب بيتقاس من عند النقطة رقم 1 اللي مكتوب عليها جنبها على الشمال 1 هنا عند الكعب من ورا، لغاية رقم 2 اللي هو عند الطول القداماني اللي هو زي ما انت شايف تحت فيه بورقة مكتوب طول القدم، مش من الكعب اللي تحت من فوق، انما من الكعب لغاية راس الكمارة بيساوي 2/3 طول القالب تقريبا. خد بالك الفرق بين طول القالب بيجي من نقطة واحد اللي هي عند أعرض حتة عند الكعب لغاية قدام عند الطول، فتلاقي المسافة دي أطول، مكتوب طول القدم تحت اهي بس أطول من ايه؟ من الحتة بتاعت 2/3 ده طول القدم كامل. إنما الجزء التاني بتاع اللي هو من نقطة الكعب لغاية راس الكمارة بيساوي 2/3 طول القالب. يعني معنى كده ان الجزء الامامي بيبقى اقل من الثلث الاصلي شويه بتاع طول القالب، لان ايه في حته من ورا ما خدناش بالنا منها، حاول تبص لها كويس وتاخد بالك منها. النقطه اللي من عند الكعب اللي هي النقطه اللي عند البي مكتوب عليها بي، الخط اللي هو مكتوب اللي هو بي اللي هو من نقطه الكعب اللي ماشي بالورب بتاع القالب كده لغاية النقطة اللي مكتوب عليها رقم 6 جاي من الكعب لغاية بداية الساق، وده أهم خط اللي هو البي ده، تحفظه كويس قوي لأن هو ده المهم اللي بينفعني في بقية المقاسات خصوصا بتاعة الساق. يبقى الخط ده اللي ناخد بالنا منه اللي هو ماشي بالعرض من الكعب لغاية بداية الساق، رقم المكتوب عليه تحت منه بي، اللي هو هنديك مقاساته كمان دلوقتي عشان هي هتعرفها في مقاس 37 كام، مقاس 38 تقريبا طبعا، بس انت بتشتغل على القالب.
لما بتشتغل على القالب بتقيسه وبتظبط بقى بقيه مقاساتك عليه بمعادله هنقولها. رسمت بقى الرجل كلها بالساق، احنا قلنا الخط اللي هو بالعرض اللي هو البي ده اللي هو جاي من رقم 3 لرقم 6، الخط دون المايل اللي واخد عرض القدم ده مقاسه مهم جدا، المقاس دون هو اللي بيحدد لي الارتفاع بتاع البوت بيوصل لغايه فين طبقا للمعادله اللي هقولها دلوقتي ويا ريت نكتبها، اللي هي ان الطول بي دون لو ضربته في 2 وزودت عليه رقم ثابت 6 يعني بي في 2 زائد 6 يديني ارتفاع البوت اللي هو لحد قبل الربع، يعني الستة دي ثابتة على طول في الحريمي، لو في حال الرجالي يبقى الاثنين في البي ايا كان رقمها زائد 6.5. طيب البي دي ليها ارقام برضو هنشوفها دلوقتي في المقاسات الستاندر، يعني مثلا 15.5 مقاس 38 مش عارف 16 وكم او 16 مقاس 39، الجدول ده كله هتاخده تبقى عارف المقاسات دي، بس برضو انت بتشتغل على القالب. طيب لو قلنا دي مقاس 38 وان البي دي طلعت 15.5 سم، يعني لما اضربها في 2 او 16، يعني 16 ضربتها في 2 بقت 32 زائد 6 تبقى 38، يعني لو الجزمه دي مقاس 38 وان البي دي طلعت 38 لما ضربت في 2 زائد 6 يبقى ارتفاع البوت لغايه تحت الركبه من النقطه بتاعه الكعب لغايه فوق خالص اللي هي النقطه اللي فوق خالص اللي هي هنا اهو فوق خالص من الخلف، يعني ده طول الساق انا كاتب لك، ودي يبقى ارتفاعه حوالي 38 سم. الحته اللي تحت نقطه الكعب لغايه المستوى الافقي ده ارتفاع الكعب نفسه بتاع الجزمه، لازم اما بحط انا الاستنبه بحطها كده عشان يبقى ده ارتفاع الكعب، يعني لو خدنا الخط الرأسي هيبقى عباره عن جزء منه ارتفاع الكعب والجزء الباقي منه اللي هو من عند نقطه الكعب اللي ورا اللي هي رقم 3 لغايه فوق خالص هو ده اعلى نقطه ممكن نوصل لها فوق. دي معلومه تهمنا قوي. نعرف كمان من نقطه معلومه تانية من تقاطع الخطين اللي هو بين الخط بي دون اللي هو ماشي بالعرض اللي لما تقاطع مع الخط اللي موصل من النقطه بارتفاع الفورتي اللي ورا مع نص منتصف القالب الثاني النقطه اللي هيتقطعوا فيها، النقطه دي مكتوب عليها رقم 9 ومضمون عليها دايره قدامك في النص اهي، النقطه دي اللي فيها النص هي دي مكان العظمه، من مكان العظمه لغايه فوق خالص لو قسمنا المسافه 2 بتيجي عند النقطه الخط العرضي اللي هو مكتوب عليه 17 18 بعرض البوت او بعرض الساق كده، يعني المسافه ما بين العظمه لغايه الرقم 16 فوق خالص، ها الرقم اللي فوق خالص عند الخط اللي اسمه دي اللي فوق خالص، الخط اللي فوق اسمه دي اللي تحت العريض اللي بالعرض اسمه بي، ركزوا اعرف فين مكانهم، ادي البي بالعرض وفوق خالص عند رقبه البوت في خط بالعرض اسمه دي، المسافه من العظمه عند النقطه 9 الى دي بنقسمها 2، المسافه دي قسناها طلعت مثلا ايا كان طلعت نقسمها على 2 طلعت 26 مثلا طلعت 25 اقسمها 2 يبقى الارتفاع بتاع النص الخط النص اللي هو اللي احنا حاطينه هنا 17 18 اللي هو قبل بدايه السمانه بتاعه الرجل ده يبقى ده بدايه السمانه بتاع الرجل هنا، والخط ده بنسميه او بيبقى قيمته بتساوي البي اللي هي ال 16 سنتي ناقص 2، يعني ايه؟ يعني 14 سنتي، يبقى المسافه دي 14 سنتي وهي المسافه اللي بيبدا عندها سمانه الرجل تطلع. خلاص؟ طيب في كمان خط تاني اللي هو الدي اللي فوق خالص، الدي اللي فوق خالص دون اللي هو او اعرض حته فوق في الرجل قبل الركبه، الخط دي ده بيساوي البي اللي هي 16 زائد 2 يبقى 18 سنتي. طيب عندي في البي بيساوي الدي بيساوي البي زائد 2 18، والدي احنا والبي احنا عارفينه، والبي ناقص 2 الخط اللي في النص دون.
طيب نيجي بقى للخط، في خط مكتوب بالعرض ايه؟ الخط اللي مكتوب ايه بالعرض ده اللي هو برضو فوق يعني في بداية الساق من تحت بيساوي البي ناقص 4. يبقى انا عندي علاقة البي الخط ده، وانا عرفت انه فيه عند اول طلعة الساق عند الاي بيساوي بي ناقص 4، ما تطلع شوية قبل السمنت الرجلي بيبقى بي ناقص 2، يعني كان التاني مثلا 12 بقى 14، ملى شوية وبعدين ملى خالص فوق بقى 16. يبقى عندي احفظ الحاجات دي وهنشوفها برضو في الجدول، ان عندي الخط يبقى انا اساس كل خطوطي اللي هي الخطوط اللي هي البي الاصليه اللي احنا خدناها بالعرض زي ما احنا قلنا. بطلع شويه عند بدايه الساق اللي هي لما بعمل بوت او ربع بوت بيبقى الرقبه بتاعته بتساوي بي ناقص 4، يعني 16 ناقص 4 يعني 12. لو طلعت شويه قبل السمانه بي ناقص 2 تبقى 14، طلعت فوق خالص بوسع بتبقى بي زائد 2 يعني بتبقى 18 عشان الرجل تنزل. فالمقاسات دي مهمة جدا، دي الاستاندارد. برضو القالب هو اللي بيتحكم معايا، وخصوصا الخط اللي احنا قلنا عليه اللي هو بنقول عليه البي ده مهم جدا بتاع القالب اللي هنشتغل عليه. طيب تعالوا نقرا بقى الملاحظات اللي قلناها. قلنا الخط بي اللي هو من نقطة 3 ل 6 بيساوي 16 سنتي، ويبقى طول القدم قلنا بيبقى من تحت من ورا الكعب لغاية قدام هيطلع حوالي 25 سنتي ونص مثلا. مقاس القدم هيبقى اللي هو أضعف مقاسه كام؟ احنا عارفين ان النمرة المقاس يعني المقاس اكبر من طول الرجل مرة ونص، فلو طول القدم 25 ونص ضربته في 1.5 هيديني المقاس تقريبا اللي هو 38. احنا قلنا ارتفاع البوت قلنا ان هو بيبقى من النقطة عند 10 ل 12 اللي هو بيساوي البي في 2 اللي هي 16 في 2 زائد 6، ده في حالة الحريم يبقى ده مقاس 38. وقلنا مع مكان عظمة الكاحل عند النقطة رقم 9 اللي انا حطيناها وعرفنا بين الخطوط. نيجي كمان بنقول ان الخط اللي احنا قسمناه بتاع خط العرض بتاع القالب اللي هو من النقطة 9 للنقطة 8 بيساوي من النقطة 8 للنقطة 16 خط العرض لما ترجع له وتشوفه تاني. بداية السمانة قلنا عند الخط اللي هو هيبقى رقم بين نقطتين 17 و18. احنا بنراجع الارقام اللي قلناها عشان لو في الفيديو الارقام دي مش واضحة انت ممكن بتكتبها وبتصور الصورة وتقدر تراجع عليها تاني. احنا كده خدنا دون، خلاص هناخد بقى ايه الـ الخطوط التانية اللي هي العلاقة ما بين اللي جاي بقى العلاقة ما بين الخط بتاع مدخل الرجل اللي هو اللي بنسميه الهيل لينس اللي هو من نقطة الكعب لغاية بداية الساق، ومقاسات العروض اللي قدام اللي فوق. هنجيبها لك مقاسات ستاندر، طبعا عرفنا ان بيبقى في 1 ناقص 2 وواحد ناقص بتاع ده ناقص زائد 2 وكده عرفناهم مقاساتهم كام فين هي بالظبط. 1 ناقص 4 اللي هو تحت ده احنا عرفناه، لكن في جدول ستاندر ليه هنقوله دلوقتي. هنا لو جينا مقاس 38 هنلاقي ان البي 16.4 من 10 في 39، اسف هي المفروض ما تبقاش ال 16.2 هي مكتوبه غلط، هي تبقى 16.8 من 10. المقاس 40 17.2 من 10. اللي بعديها البي حوالي 17.8 من 10، بتزيد 6 عموما تقريبا، فهي ماشيه بالتقريب ده. بتلاقي ان في الاخر ان هي الاي بقى الاي نقصت من في مقاس 38 12.4 من 10 بقت 12.8، بقت في 49 13.2، بقت في هي ماشيه يعني نسبه التدرج بتاعتها بتحقق المعادله اللي بنقول عليها ان الاي بتساوي البي ناقص 4. فالبي الاي بتساوي البي ناقص 4، يعني معناها ان البي لما تبقى 16.4 من 10 تبقى الاي 12.4 من 10.
البي لما تبقى 16.2 تبقى الايه اسف هي ما تبقاش 16.2، البي اكيد هتبقى هنا اكتر شويه، هتبقى هتزيد 16.8، فما هي مكتوبه غلط، بس 16.8 يبقى الايه 12.8، البي 17.2 يبقى الايه 13.2. دي المسات الستاندر اللي موجوده في الجدول فعلا العالمي اللي هو بيبقى متوسط الرجل. طبعا انت كل ده مرتبط بالبي، فبتمشي بالمعادله بتاعتك ان الايه بتساوي البي ناقص 4 اللي هي بدايه الساق، بعد كده بقت الاعلى منها اللي عند قبل السمانه البي ناقص 2، اللي فوق خالص البي زائد 2، فده يعني البي زائد 2، وده كله بيدي لك العروض بتاعت الرجل نفسها، دي الرجل نفسها. خلي بالك عشان لو انت بتعمل بوت ماسك مظبوط، مثلا بوت زي بتاع الخيالة بيبقى مفروض انه يكون الرجل ماسكة مظبوط كلها، فلازم تكون ملتزم تماما بالمقاسات دي. ممكن تحط في النص بينهم في الوش استك بحيث انه يوسع ويضيق، لكن لازم تبقى مقفولة بالمقاسات دي. لو بتعمل بوت عادي استريتش يبقى برضو لازم تعمل حساب في المقاسات دي، هي تبقى هي نفس المقاسات هتلتزم بيها برضو، بس الخامة تبقى كلها استريتش. لكن لو بتعمل بوت عادي بسوستة لا، هنزود شوية عشان الرجل تنزل مستريحة برضو. ولو بتعمل بوت كاوبوي مفهوش سوستة بيبقى فيه أوسع شوية، هنقول دي برضو في النقطة اللي جاية. نرجع بقى للرسمة الأولانية الكاملة بقى اللي فيها كل الحاجات اللي قلناها. لو لاحظت أنا إن في الخط اللي احنا طلعنا منه البوت اللي هو عند بداية الساق ده، احنا اتفقنا عليه ان ده هيمشي في البوت اللي هو يا اما الخامة تبقى استريتش، لو خدت نفس المقاسات بتاع الرجل بالظبط يبقى لازم الخامة يكون فيها يا اما استريتش يا اما فيها حاجة تقدر تمسك الرجل يعني مفتوحة شوية. لو انا بعمل بوت بسوستة بنزل تحت شوية عند نقطة الكندوبيه واطلع بيها، يعني بدي عرض، شايف انت النقطة الفرق بين نقطة الكندوبيه وبين النقطة اللي احنا اللي طالعين فيها هنا اللي تحتيها بشوية بطلع منها لفوق. لو بعمل الكاوبوي بطلع من الحتة اللي هي عند نقطة راس الكمارة من تحت، باخد خط عمودي على الخط الافقي ده واطلع بيه بضمانت ان الرجل تنزل مستريحة، يعني بدي عرض عن مقاس الرجل، يعني اللي احنا بنتكلم عليه كله اللي فات ده مقاسات القدم والساق. البوت لازم تعمل حسابه الا اذا كنت عايزه استريتش، فماشي يبقى الخمس ستريتش بتاعته هيشتغل لان هيوسع معاك ويساعد الرجل تنزل، او اذا كان خياله بيبقى فيها اما انحزمه ماسكاه او في اساتك منه في بحيث انه هيوسع ويتلبس برضه عشان ينزل ماسك على الرجل على طول. دي كانت ملحوظات وارقام مهمه جدا بتشمل القدم وبتشمل السياق، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا منها ان شاء الله، ويعني ربنا يسهل الواحد الممارسة والتجربة والرسم يحاول يوصل اللي يقدر عليه هيبقى كويس إن شاء الله. شكرا، سلام حمزة.